البرغل. البرغل من الحاجات اللي بتنقذنا كتير قوي، ومبانش جوه الكفته، وبتبقى النتيجه حلوه بتاعتها، وكمان بتبقى مغذيه. البرغل حاجه مغذيه حلوه جدا. وطبعا البرغل ده حاجات من دي وصفه من زمان الزمان، كانوا الجزارين بيعملوها في الايه، وهم بيعملوا اللحمه بيعملوا لنا عايزين كفته برغل، يبداوا يعملوا زي كفته الرز كده بالظبط. طيب نعمل فيها ايه بقى؟ انا عندي مثلا نص كيلو من اللحمه، هجيب كوبايه من البرغل، كوبايه كبيره، وانقعها. مش بعد الدقه، لا هتاخد عشان ترمي معايا اكتر. ونص كوبايه من الدقيق. ليه؟ عشان ما تفرولش مننا. الدقيق هيخليها ناعمه. حلو الكلام؟ عليها بصلايه مبشوره، وكمان شويه يعني مش حزمه، بقدونس شويه صغيرين كده عشان يدي لون حلو جواها، وشويه ملح وفلفل وبهارات وبيكنج باودر. بيكنج باودر معانا بكل الكفتات، ماشي؟ ليه؟ بيديها نفشه، ما يخليهاش مكتومه. طول عمرنا عندنا مشكله من البيكنج باودر انه بيبقى من الكفتات انها تكون مكتومه، صح؟ وناشفه. البيكنج باودر بيحل لنا العامل السحري ده. ده سحر يا جماعه. بصوا بصلايه الاول حتى لو مش مفروم، مفرومها الاول. وما تقلقوش من ميتها ان انا احط دقيق. بسم الله. نطحن قوي البصله، وبعدين هننزل بقى ايه نص كيلو اللحمه. والبرغل الكوبايه المنقوعه، بصي هي قربت قد اللحمه، يعني كوبايه وبعدين نقعتها وصفيتها، فبعد ما نفشت بقت قد اللحمه، بقت حوالي نص كيلو. احطها عليها برده، ماشي؟ وعليهم نص كوباية الدقيق، عشان ده بقى اللي هتعملنا العامل المشترك والايه، وان هي تخليها ملساء ما تبقاش مفتفته كده. والبيكنج باودر معلقه صغيره مليانه، والبهارات معلقه صغيره، والملح والفلفل. بسم الله. بنعجن بقى حلو قوي. هنا بص اهو بقت قطعه عجين، هنزل بقى شويه البقدونس. انا مش حاطه كتير، انا يا دوبك لون ويدوا ريحه وشكل حلو للكفته بس. مش عايزه اعملها زي كفته الرز، لا دي حاجه ودي حاجه. بس كده خلاص. يعني يا دوب اللحمه منقطه كده، منقطه اخضر كده. بس. جميل جمال ملوش مثال. بص بقى ما شاء الله. هناخد بقى كفته كده اهو. والله لاحظت ان هي ناشفه وما لمتش معاكي كده العجينه، حط لها بيضايه بس، عجينه بيضه اكتر من كده مفيش. تمام؟ هبدا اصبع برده بقى كده. دي بقى شاوي فرن، انا هحطك في الفرن. مش هحمر يعني، مش كله يبقى تحمير، لو حمرناه ده نحطه في الفرن. بس عايزه طبق وفي سنه زيت، سنه زيت. بسم الله. كفته البرغل. كفته البرغل دي هقول عملتها ازاي، هقول دي عملتها ازاي معايا واحده واحده. احنا قلنا دي نص كيلو من اللحمه، نص كيلو من اللحمه، جبت كوبايه من البرغل عيرتها، حطها بلاها بشويه ميه وسايباها ايه تتشربها، ولو ميه كتير بصفيها. وعليها بصلايه وشويه ملح وفلفل، وفيها كمان نص كوبايه من الدقيق، وكل ده عجنته مع بعض حلو جدا جدا جدا. تمام؟ بعد كده حطيت بقى شويه بقدونس ده شكل حلو كده. اوعي تنسي معلقه البيكنج باودر. خلاص هنعتمد البيكنج باودر في العيد بقى معانا، اوعي تنسوا تجيبوا معاكم بقى ايه باكوهين ثلاثه من البيكنج باودر. تمام كده؟ احط بس شويه زيت علشان هنا البرغل كتير، فاللحمه مش سمينه، ماشي؟ حتى لو سمينه مش هتكفي ان هي تحط للايه تلمع للكفتايه، ما يبقاش شكلها مش حلو. فهناخد بس شويه كده نسويهم، وشويه نحطهم في الطبق. طبعا انا ده هيعمل لك طبقين ثلاثه زي ما اتفقنا كده، زي البطاطس. نبلها كده ونخلي طبق
نحطه في الفريزر. طبعا انا بقى بوريك بس هنسوي ازاي، وانت طبعا حطي كله في الفريزر، حضري، عايزه تتغدي منه اتغدي، بس اهم حاجه تدهني بالزيت كده كده، مشيها في الزيت كده اهو، ماشي. وزعي اطباق زي ما انت عايزه، وزي ما قلت لك كده لو عايزه تحطي فوقيها لازم تحطي كيس، حتى بدي لازم تحطي برضو ايه الكيس بتاعك برضو، تمام كده. احط بقى 10 طوابع 20 صباع زي ما انت عايزه حسب ما انت هتعملي، بس كل ما هتصغري هيكون احسن، ماشي. عشان نخلي شكلها يبقى حلو كده الطبق، ودول يستوي عشان يبقى طبق التقديم حلو برضو. اهو شويه زيت، بوريك هنشيلها ازاي ونسويها ازاي، تمام كده. شلت منها اللي انا عايزه اشيله، والباقي حطيته ايه في صينيه وهدخله الفرن اشويه اهو، تمام.